التلفزيون العربي. President Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. أربع سنوات أو أقل بين كلا الرجلين. يبدو الأكبر سنا منهكا. أعلته صحته ومهامه الرئاسية. انشغلت وسائل الإعلام بصحته وبهفواته وزلاته حتى دفعته الضغوط للانسحاب. خرج بايدن 80 من السباق وبقي ترامب 80 إلا قليلا. سينحصر الانشغال الإعلامي بحالة بايدن الذهنية والجسدية ليتسلط شيئا فشيئا على غريمه. ما أدهش ربما الإعلام الأمريكي أن بايدن كان أكثر شفافية أمام الرأي العام بشأن تفاصيل حالته الصحية. بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن أحد التقارير الطبية كشف عن أن ترامب يعاني من مرض في القلب ومن السمنة، ولا أحد يعلم شيئا عن نتائج فحص الدم أو غيرها من المعلومات الصحية الأساسية. بل إن الصحف الأمريكية أشارت إلى أن المعلومات المتعلقة بصحة ترامب إما ناقصة أو متضاربة، لدرجة أن طبيبه هارولد برونشتاين اعترف قبل وفاته أن ترامب أملى عليه رسالة عام 2015 خلال ترشحه أول مرة للبيت الأبيض كي يقول للأمريكيين إنه الشخص الأكثر ملائمة من الناحية الصحية لرئاسة البلاد. So he's totally incoherent. And he goes, thank you. لم يفوت ترامب فرصة وقع فيها بايدن في أي زلة لفظية إلا واستغلها للتندر على مستوى تركيز وإدراك الرجل، وهو نفسه أي ترامب كان قد أجرى اختبارا إدراكيا عندما كان رئيسا لم تنشر نتائجه، واكتفى القائمون على حملته إلى الإشارة بأنه اجتازه. في 19 من يناير الماضي، أي قبل بضعة أشهر فقط، خلط ترامب بين منافسته الجمهورية نيكي هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، وهي من ألد أعدائه. بل إنه خلط بين الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن في تجمع بولاية فرجينيا. وفي واقعة أخرى خلط بين الرئيس التركي ورئيس المجر. وفي سبتمبر الماضي وخلال تجمع في ساوث كارولاينا خلط بين حاكم فلوريدا السابق جيب بوش أحد منافسيه عام 2016 وشقيقه الرئيس السابق جورج دبليو بوش. خلط في الأشخاص وفي الأماكن أيضا. هذه ليست سيوكس فولز، هذه سيوكس سيتي، هكذا همس أحد أعضاء مجلس الشيوخ سرا لترامب. واحدة في ساوث داكوتا والأخرى في أيوا. أما عن الحالة النفسية فلربما كانت الشواهد على المواقف التي طغى فيها التنمر على تصرفات ترامب كفيلة بتبيان ذلك. بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وإي بي سي نيوز وإبسوس قبل مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، فإن 60% من الأمريكيين رأوا أن سن ترامب لا يسمح له بالترشح للرئاسة مجدداً، وهو إن انتخب رئيساً فسينهي فترته في 82، أي في عمر بايدن الحالي الذي كان مثار انتقاد واتهامات بالعجز عن مواصلة مهامه. التلفزيون العربي.